السلامة ومرحبا بكم وين ما كنتم. باش نحكيو في الفيديو هذا على مباراة الترجي اتحاد تطاوين لحساب الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج. برشا ناس تتساءل وتسأل على القنوات الناقلة للمباراة هذه، وين مش تتعدى مباراة الترجي الرياضي التونسي واتحاد تطاوين. ولكن نحب نقول لكم اللي مباراة الترجي واتحاد تطاوين ماهيش باش تكون منقولة تلفازيا للأسف. مباراة مهمة لتحديد المركز الثاني خاصة بالنسبة للترجي الرياضي التونسي، المطالب بالفوز في المباراة هذه وانتظار نتيجة مباراة الاتحاد المونستيري والنادي الصفاقسي. نتيجة المباراة هذه تهم برشا الترجي الرياضي التونسي أكثر من المباراة يمكن مش يلعبها ضد اتحاد تطاوين. صحيح لازم الترجي يفوز 3 نقاط أكيدة، ولكن تعثر الاتحاد المونستيري التعادل أو الهزيمة هو اللي مش يأهل الترجي الرياضي التونسي لرابطة الأبطال الإفريقية الموسم القادم إن شاء الله. إذا مباراة الترجي واتحاد تطاوين باش تكون منقولة على منصة ديوان اف ام او الصفحة الرسمية لاتحاد تطاوين. هذا مزوز مصادر اللي تنجموا تتبعوا فيهم المباراة. بطبيعة الحال انا شخصيا ضد ديوان سبور، هذه تخلص 3000 يعني باش تتفرج على ماتش. نشوفوا الصفحة الرسمية لاتحاد تطاوين هل انها باش تنقل فعلا المباراة او لا. اذا متابعينا الكرام، هذه كورتنا، هذه بطولتنا 2023، معناها مباراة مهمة كما هذه تهم جماهير الترجي الرياضي التونسي. لازم يمنعوا جمهور الترجي الرياضي التونسي من انهم يكونوا حاضرين في الميدان، وزيد ماهيش مش تكون منقولة تلفازيا. فعلى الدنيا السلام، وهذه هي الكرة اللي يحبوها، وهذه البطولة اللي الناس كل متعاركة عليها. يعني الحاجة المهمة والأكيدة بالنسبة للترجي الرياضي التونسي انه تحقيق الفوز كما قلت لكم، ولكن أهم حاجة هي مباراة الاتحاد المونستيري اللي كثر فيها البوليميك وكثر فيها الحديث على انه لاعبي الاتحاد اللي انتدابهم الترجي الرياضي التونسي يوسف ومارو وتقا يعني عملوا عليهم ضغط كبير، عملوا عليهم بريسيون على اساس هما معناها باش يسهلوا المهمه للترجي الرياضي التونسي، ولكن اخر الاصداء تقول انهم مش باش يكونوا حاضرين في المباراه هذه. معناها من نجمو نلومو كان انفسنا في الاخر، من نجمو نلومو كان اللاعبين، من نجمو نلومو كان الاداره والاطار الفني اللي ضيعوا علينا مباراه الدربي اللي كانت يعني تضمن لنا رسميا التاهل المشاركه في دوري ابطال افريقيا، ولكن للاسف نتيجه تعادل مخيب جدا، مخيب للامال. معناها خلينا نكونوا مقتنعين وخلينا نكونوا واضحين على انه الترجي الرياضي التونسي بنسبه كبيره ينجم يشارك في كاس الكاف. لازمنا نكونوا متصالحين مع انفسنا ونرضاو بالامر الواقع. صحيح ماناش متعودين بالمسابقه هذه، صحيح يعني سنوات طويله الترجي الرياضي التونسي يشارك في دوري ابطال افريقيا ويشارك في الادوار المتقدمه في المسابقه هذه، مش مشاركه صوريه كما برشا جمعيات، ولكن للاسف الوضع نتاع الترجي الرياضي التونسي والازمه اللي مر بها سنا يعني خلات الامور معقده برشا بالنسبه لمشاركه الترجي في رابطه الابطال الافريقي. ما نسبقوش الاحداث، كل شيء مازال ممكن، ما فماش عالم صحيح في كرة القدم. الترجي بمقدوره انه يتأهل. مباراة اتحاد تطاوين اللي تظن الناس انها راهي مباراة سهلة، انا نقول العكس، لانه مباراة بياج تنجم تعمل فيها نتيجة سلبية. بالمردود اللي شفناه، صحيح اتحاد تطاوين اضعف الفرق تقريبا المشاركة في مرحلة التتويج، ولكن شفتوا في السابق انه كان يعني تعادل مع النادي الافريقي في تطاوين بالذات. الترجي الرياضي التونسي مطالب بالفوز، مطالب بالتحقيق 3 نقاط، ومن ثم انتظار نتيجة الاتحاد المونستيري والنادي الصفاقسي كما قلنا. الله غالب، والله يسامح اللي كان السبب اللي خلانا في الوضع هذا وخلانا نستناو باش انه جمعية اخرى تتعثر باش نضمن المشاركة في دوري ابطال افريقيا. شكرا لكم متابعينا الكرام، دمتم اوفياء لقناتكم بكام سبور، ان شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد.